الأرض خد إيدنا وعدينا، قرب بعدنا دليل الويل معدينا، يا عابر الدرب خد إيدنا وعدينا، قرب بعدنا دليل الويل معدينا، والغاية تاهت وحوالينا الرياح كانت كل الأرض دي ملك أبوك يا عبد الكريم. كان الله يرحمه دايما يقول لي متعتي في الدنيا منصور يا ابني، إن أمشي في وسط الأرض لحد ما تهد وتجمد في وسط الطين وكل اللي وقع عليه عينيا ملكاني. طب يا منصور، ما الأرض أهي زي ما هي ولساها برضه ملك أبوك، ولا سمح الله في رجل غريبة داست فيها؟ امال يعني جواز اخواتك البنات اللي داخلين خارجين دول ايه؟ مش رجل غريبه برضو؟ الشرع يا منصور، عايزنا نخالف شريعه ربنا؟ خليك انت في الشرع بتاعك ده لحد ما هتضيع مننا نص التركه. مستوره والحمد لله. ثم انت في حاجه ناقصاك؟ عايز ايه؟ الخير ماليك ومكفيك، تبقى عايز ايه تاني؟ وبعدين كفايه انك عمده البلد دي كلتها. يا خساره، يا الف خساره. كنت عايز يكون لاخ يوافقني ويمشي على هواي. فيها ايه يعني لو جبت جواز اخواتك البنات وجلدتهم في الدوار وخليت كل واحد منهم يضغط على مراته لحد ما تتنازل عن نصيبها في ارض ابوك؟ ها ساعتها هتوسع التركه ويرتاح أبوك في تربته، وتبقى الأرض كلتها حتة واحدة، نصها ليك ونصها لأخوك العمدة اللي فاتح دوار أبوك. منصور، إياك تتكلم في الموضوع ده مرة تانية. خايب، طول عمر أبوك الله يرحمه يقول عليك إنك خايب، وداك الأزهر عشان تتعلم برضه ما فلحتش، كان نفسه تكون أنت العمدة عشان أنت الكبير، لكن خاف لا تضيع هيبته وجاهه في وسط ناس ما بترحمش. حا يلا حا حا حا، الأبدة جاي في طريقنا هو اخوه الحاج عبد الكريم يا عبد الفتاح. يعني اعمل له ايه؟ يا خبرابط يا عالم، تعمل له ايه؟ عايز تودينا في داهية؟ يلزم على الحمار. سوق الحمار يا ابو راعي، وبلاش كلام فارغ. ابن مين ده يا ابو راعي؟ ده عبد الفتاح افندي بتاع المدارس. اصل بقاله مده طويله ما نزلش البلد يا حضره العمدي. عبد الفتاح؟ عبد الفتاح ابن الدايه؟ لا، ابن الحاج حسين خطيب الجامع يا حضره العمدي. ابوك ما علمكش انك تنزل من على الحماره اول ما تشوف عمده بلدك جاي؟ يا كده يا منصور، عيب، ده راجل متعلم، حرام عليك. شفت يا عبد الكريم؟ شفت؟ عرفت ابوك مرضيش يعملك عمدة ليه بقى؟ عارفه يا بنت يا دولت؟ ايه؟ هروح اقول لابويا العمدي وهيموتك من الضرب. طب هات علبة البودرة. اديها لك وتعملي لي حلاوة تسد الحنك. ايوه بس هات. يا خالد، بنت يا دولت. يا ابويا. ودي بنت يا دولت، انت خايفة؟ ايه. بقول لك ايه؟ لما ابويا يموت وانا ابقى عمدة بداله، هتخافي مني كده؟ ايه رزقك، قطع لسانك انت يا واد يا سالم، وانت يا بنت يا دولة، انت اتخرصت ولا ايه يا ولد؟ انت
ما ترد على ابوك يا ولا. ما ترد انت يا اختي، انا مش راض. ايوه يابا انا هو. اعملي القهوه لابوك يا عبد الكريم يا بيت. حاضر يابا. مش لازم اكون مبسوط وانا بضرب ابن الحاج حسين بالكرباج يا اخويا عبد الكريم زي ما انت فاكر. لا ابدا، بس كمان ما اظنش ان انت هتكون مبسوط لما هبت تروح في وسط بلد كلها غلان. لو طبيت مره هيخلصوا علي. بقول لك دول غلان ديابه. ايه عايزني ابقى ارنب في وسطيهم يا عبد الكريم يا اخويا؟ خش خش السلقة وعدك يا حلو. عدم المؤاخذه يا عمده، ابني عبد الفتاح بقى له مده غريب عن البلد، واللي ما يعرفكش يجهلك. حقك على راسي يا عمده. يا حاج حسين خد ابنك من الدوار وروح على بيتكم. الله يسترك ويستر جناب العمده يا حاج عبد الكريم. خلاص يا حاج حسين خلاص، عشان خاطر عيون اخويا عبد الكريم اني سامحت ابنك. بس بقى روح طلعه من اوضه الحجز وحط نفسك مطرحه. احط نفسي في الحجز مكانه يا عمده؟ ايوه يا حاج حسين، عشان بعد كده تعرف تعلم ابنك ازاي يحترم العمده. امرك امرك يا عمده. يا راجل يا راجل، الراجل جاي من الازهر عشان يقعد مع ابوه وامه يومين. قلت لك يا اخويا لو مشيت بعواطفي مش هقدر اقعد على كرسي العموديه ده تاني ابدا. القهوه يابا. القهوه يا ابو عبد الكريم. ازيك يا دولت؟ الله يسلمك يا ابو عبد الكريم. امال المخفى اخوكي فين يا بيت؟ الظاهر لما سمع حسك فطم الشباك. طب روحي انت. حاضر يابا. امال يعني المحروس هاشم ابنك بقاله زمان يعني ما بيبعتش؟ هو هاشم غرقان في شغله في مصر، لا فاضي يجي ولا يكتب جوابات. شغل ايه بس ده اللي يخليه ينسى ناسه واهله بالشكل ده يا عبد الكريم يا اخوي؟ مش ممكن هاشم ينسى ناسه واهله، وبعدين المشوار من مصر لحد هنا بياخد له يوم وليله. وهي يعني اللي جوه دي ما وحشتهوش يا عبد الكريم يا اخويا؟ سرحان في ايه يا باشمهندس؟ كنت لسه بسال نفسي اتاخرت ليه. طب ودلوقتي اسالك نروح فين بعد الشغل؟ يلا بينا. بقالك قد ايه وانت شاغل نفسك بالمشروع ده؟ الفوزية انت بتعرفيش ايه من كبر بلدنا، يعني ايه يعني حاجات تانية خالص، مش مسألة امل او حلم او كلام انشب اللي الناس بتقوله، لا دي حضارة حضارة، حياة تانية حياة تانية خالص يا فوزية. لكن بتضحك على ايه؟ للأسف بكلمك على كبر جديد في بلدنا قبل ما تعرفي اي حاجة عنها. مش فاهمة تقصد ايه. شوف يا ستي، بلدنا دي ملهاش اسم على الخريطة، فيها راجل بشنبات كده يقف عليها الصقر اسمه منصور، للأسف يبقى عمي وبيشتغل في البلد دي عمدتها، لكن ما يعرفش من العمودية غير انه يشخط ويؤمر ويمطر ويستعمل كرباج عند اللزوم. لكن في البر التاني يا فوزية حياة تانية خالص، في مأمور وفي مركز، في حراس سهرانين على أمن البلد، في مهندسين بيبنوا عمارات ومستشفيات ومدارس، مدينة كاملة مدينة كاملة يا فوزية. مرة المأمور اللي في البر التاني وصلته شكاوي كتير من الناس عندنا في البلد، بعت قوة كبيرة على مركب عشان تعدي، للأسف المركب غرقت. غرقت إزاي الله أعلم، بس أنا متأكد إن عم له يد في الموضوع ده. هاشم إحنا بنتكلم عن الكوبري مش عن عمك. في رابط كبير يا فوزية قوي بين عمي وبين الكوبري، لو اتبنى الكوبري معناها إن عمي لازم يغير قلبه، يعني هيبقى عمدة زي أي عمدة غيره أو حد تاني يحل محله. هو مفيش معدية؟ اي معديه غير معديه عمي بتغرق،
غريب قوي ان ده رايك في عمك. يا فوزية انا ما جيتش مصر عشان ارجع بافكار عمي، ولا ايه الفرق بيني وبين اي واحد بيتمنى يعدي الكوبري علشان يوصل لاي حته بعيد عن بلدنا او على الاقل بعيد عن عمي؟ ياه ده انت خدت الموضوع جد قوي. وبعدين كوبري ايه ده بقى اللي ما فيهوش مكان الاتنين يتقابلوا تحت ضوء القمر ويرسموا احلى صوره لبكره؟ واي مشروع انتوا ايه يا فوزيه ما كانش اساسه الحب؟ لازم كوبري عشان يوصل الاحباب ويقربوا من بعض. الله اهو كده بقى تتكلم عن الكوبري للصبح. قصدك عن الحب؟ بالنسبه لي الاتنين دلوقتي بقوا واحد. قاعد بتعمل ايه هنا يا ابو عبد الكريم؟ مش خايف للجنيه تشد رجلك؟ جنيه ايه يا ولد؟ تاخدها ده سالي. لا مش جاي، انت عايزنا نروح زي اللي راحوا في المعديه؟ يا ولد تعال ما تخافش وحديك حاجه حلوه. فين هي الحاجه الحلوه؟ هنا قرب. في الميه؟ لا فوق الميه. عارف يا سالم لو فيه كوبري يوصل من هنا للبر التاني ما كانش حد غرق في المعديه، ولما انت تبقى ماشي فوق الكوبري وشاف الميه تحت رجليك مش ممكن تفكر ان الجنيه هتخطفك علشان تغرقك. على الكوبري هتلاقي عربيات رايحه جايه مليانه خير، ويمكن يمدوا القطر ويوصل لبلدنا، وساعتها هتبقى بلدنا بلد خير. تعال يا سالم يا ابني تعال، ده انا ابوه. ايه ده؟ يعني عايزني امشي على وش الميه وما اغرقش؟ طب هقول لابويا. مالك ومال الواد يا عبد الكريم؟ هتقتل ابنك بخوفه منك ومن افكارك يا منصور. انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا هلا؟ امشي يلا على الدار. هوا هوا يا امشي. خوف ايه وقتل ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد الكريم؟ حد يقتل ضناه برضو؟ الجهل يا منصور، الجهل ممكن يخلي البني ادم يقتل نفسه من غير ما يحس. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ هو يعني عشان انت علمت ابنك كل شويه بقى هتكلمني عن الجهل والكلام الفارغ ده؟ ما هو كان لازم اعلم ابني ولازم اعلم ابنك، بس انت لازم تساعدني. من ناحيه دي اطمن، لو حكم تعمل له مدرسه على حسابي هعمل له واعلمه، بس اطلع انت منها. مش انت الوحيد في العيله يا عبد الكريم اللي دخلت ابنك كليه وبقى مهندس. يا خساره مش هتفهمني، انت طول عمرك بتتكلم بجبروتك، ازاي اقدر اوصل لعقلك يا منصور؟ باشمهندس باشمهندس عايزاك. خلص ايه رحت فين؟ لحد امتى هنفضل تروس في مكنه غيرنا يستفيد منها؟ لا افهم دي يا هاشم، انت انسان مش عادي ولازم تاخد حقك. صدقيني يا فوزيه انا ما قابلتش في حياتي انسان عندها كل العطاء اللي عندك. لا اعمل معروف، ما تحبنيش النهارده بالنحوي. المهم هنعمل ايه؟ هو ده الموضوع اللي انا عايزاك فيه. هنعمل ايه يا فوزيه؟ ده اصعب قرار في حياتي. انت هتصعبها؟ هو انا بسهلها عشان انت تصعبها؟ للاسف يا فوزيه ما اقدرش دلوقتي اروح اعمل الكوبري اللي نجحني في البكالوريوس ويبقى اسمي عملت حاجه للبلد اللي طلعت منها. كمان ما اقدرش اهرب من مشروع رسمته في خيالي واقعد هنا في مصر وضميري مستريح ان انا عملت حاجه وما قدرتش انفذها. هاشم بلاش دلوقتي مشاريع كبيره تبعدنا عن الحقيقة اللي على قدنا.
انت مهندس مش شاعر. الشاعر ممكن يعيش في قصيدة من خياله، لكن المهندس بيرسم أحلامه ويقول إزاي ننفذها. وأنا دلوقتي جايلك عشان ننفذ أول تصميم رسمناه مع بعض. أول تصميم رسمناه مع بعض هو عش صغير يسعنا إحنا الاتنين. أديك رجعت للشعر تاني. فوق، اصحى عشان تفهم معنى كلامي. صدقيني يا فوزية كلامك بيتوهني، أرجوكي خليني نايم أحسن كده. بلاش أصحى. أمر لله. اتفضل قوم بقى يا حضرة النايم، وأنا بقى عندي المشروع اللي هيصحيك من أحلامك. أهلا يا هاشم يا ابني. أهلا. اتفضل اتفضل سعادتك. فوزية كلمتني كتير عنك، ومن أول وهلة شفتك لقيت إن معظم كلامها عنك صح. معظم كلامي بس يا بابا؟ طب والشوية اللي باقين من كلامي؟ يا بنتي سيبيني أكتشف حاجة بنفسي. خلاص أنا مش مسؤولة بقى لو اكتشفت في هاشم حاجات أنا ما قلتلكش عليها. وما انتش ملاحظة إنك مسؤولة عن إنك تشربينا حاجة حلوة بإيديكي؟ حالا يا بابا. هاشم يا ابني عشان أخش في الموضوع على طول. اتفضل. أنا عندي شركة مقاولات صغيرة، يعني على قدي، ابتديتها بمجهودي، لكن أملي إنها تكبر على أيدين فوزية بنتي، وخصوصا بعد ما خلصت تعليمها وبقت مهندسة قد الدنيا. لكن واضح إن أملي ممكن يكبر ويكبر لو بدينا إحنا الثلاثة مع بعض وهنجرب حظنا. يا عمي أنا سعيد جدا إن أنا أشترك في مشروع ابتديته حضرتك بالنجاح ده. قصدك تقول ابتديته بالتعب والسهر، وكان أول نجاح ليا هو نجاح فوزية في الكلية. اسمح لي يا عم أقول لحضرتك، اللي ربى فوزية بالأخلاق العظيمة دي قطعا إنسان ناجح جدا. أنا سامع حد بينم علي. قعدة نميمة هي ولا إيه؟ لا لا، بعد الجواز هو هيحصل نافو. فضل ميرسي يا فضل. بتعيط ليه يا عبد الفتاح؟ طالب علمي جليل زيك ويعيط. ما عيطش ليه يا أبا؟ ما عيطش ليه وبلدنا فيها راجل زي منصور طايح فينا عمال على بطال؟ يرميك في كراكون الدوار بسببي ويتربصني تاني عشان عدى في السوق وما قمتش حبيت على إيده. ده ربنا ما يرضاش بكده أبدا أبدا. ده راجل أعمى القلب يا عبد الفتاح، وخلفته دليل غضب ربنا عليه. شوف سالم ابنه، اللهم لا اعتراض ولا منع على حكمتك يا رب. سالم ابنه عبيطه برياله، ما قدرش يحفظ في كتاب البلد آية واحدة من القرآن. وبنته سبحان الله ملهاش مثيل في البلد، لا قريب ولا بعيد راضي يتجوزها مهما أوتيت من مال قارون. كتم كده وخليك راجل لما اشوف مين اللي بيخبط. مين؟ انا عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. يا سلام، شوف الناس الطيبين. اقعد يا ابني، الدنيا برضو لسه بخير. اهلا بسيدنا وتجرسنا. استغفر الله، انا جاي مخصوص علشانك يا عبد الفتاح. كتر خيرك يا عبد الكريم. إذا كان منصور غلط معاك فأنت ليك حق تزعل. يزعل منك ليه يا حاج عبد الكريم وأمثالك منارة في البلد؟ زعلان وبس يا عبد الكريم، زعلان وبس. يا عبد الفتاح قلت لك حقك عليا يا ابني. يا حاج حسين. أيوه. الحاج عبد الكريم عندك مش كده؟ أيوه أيوه يا شيخ الغفر أيوه. طب أنا عارف، خليني أكلم العمدة حالا. ابويا عبد الكريم يا حضره العمدة. طب روح انت وجهز لنا الشاي. حاضر يا حضره العمدة. اهلا اهلا اهلا. خير يا منصور؟ خير ان شاء الله. اسمع بقى يا عبد الكريم يا اخويا، انا مش بعت لك عشان نتفاهم في موضوع الواد عبد الفتاح ده وابوه الحاج حسين، لا، الموضوع ده نبقى نتفاهم فيه بعدين. لكن برضو كمان مش سهل انك تهد كل اللي انا عملته في البلد كده. امال انت بعت لي ليه يا منصور؟ لك كنت ناسي ان في كلمه بيني وبينك عن المحروس ابنك الباشمهندس اللي خد الشهاده من مده.
واستحلى القعده في مصر. هاشم. ايوه هاشم يا عبد الكريم يا اخويا. ليه دي؟ ده يا لك كن ناسي ان ليك ابنه واسمه هاشم كمان يا عبد الكريم. يا باشمهندسه انزلي. في حاجه يا هاشم؟ عايزك ضروري. الله، النهارده الاكل له طعم تاني. على فكرة أول مرة أعزمك بفلوس كسبتها من مشروع إحنا الاتنين شركة فيه. بس بقى الاتفاق ما كانش إنك أنت اللي تعزمني، عشان أنا كمان كسبت النهاردة من عرقي فلوس قد كده أهو. أنا آسف يا هانم، أنت ناسي إنك بتكلمي شاب صعيدي كلمة زيك ده تروح فيها رجال. يا ساتر يا رب. لا يا سيدي مش ناسي، وعشان كده عايز أتكلم معاك في مشروع مهم جدا. مشروع مهم نتكلم فيه خارج اوقات العمل الرسميه؟ ما هو ده مش كلامي لوحدي، ده كلام بابا كمان. يعني يا عم العزيز ابدا وجهه نظره في موضوع ما عنديش اي فكره عنه. اصل انت من يوم ما اشتغلت معانا في الشركه ما شفتش والدك، بقى ده كلام. ده موضوع يطول شرحه يا فوزية. ويطول شرحه ليه؟ باختصار شديد جدا الشركه قررت تديلك اجازه عشان تسافر البلد. طيب يا ستي التمس من الشركة تأجيل قرار الأجازة لحين استعدادي النفسي والمعنوي والمادي. وإحنا قبلنا التماسك بس بشرط واحد لا يقبل التأجيل، وهو إنك تسافر البلد في خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار. إمضاء. لا 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 لا، ده إحنا هنبتدي القناة الصعبة من دلوقتي. هو سفرك البلد قرار صعب يا هاشم؟ صعب، صعب أوي يا فوزية. أهلا 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 يا رب. أهلا 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 يا عم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا 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 وسهلا. أهلا. والله فيك الخير يا هاشم يا ابن أخويا. لسه فاكر ان ليك عم وبنت عم؟ حد ينسى اهله يا عم؟ ازاي تقول كده؟ عشان كده احنا جينا على نفسنا وقلنا نجيلك احنا، ما دام ما تقدرش تيجي انت يا سيدي. مش كده ولا ايه يا عبد الكريم يا اخويا؟ يا سلام، هو الضفر بيطلع من اللحم يا اخويا منصور؟ طب يلا قوم خد ابنك على جنب عشان احنا لازم نرجع البلد الليله دي. الله، مستعجل ليه يا عمي؟ انت في بيت غريب، ده انت في بيت ابنك. الصباح رباح وله عينين وفي بدل القطر عشر. احنا زي السمك يا هاشم يا ابن اخويا، ما نعرفش نعيش الا في بلدنا، وكمان جو مصر بيخنقني. ثم احنا جايين في كلمه ورد غطاها، لا محتاجه ابيات ولا محتاجه تفاهم. مش كده برضه يا عبد الكريم؟ اصل عمك منصور مستعجل قوي، معلش ريحه علشان خاطري وتعالى معايا في اوضتك نتكلم كلمتين. امرك يابا، بس ما يصحش بعد السفر الطويل ده ترجعوا في نفس الليله. ابنك هاشم يا عبد الكريم يظهر انه اتعلم في مصر حاجات ما نعرفهاش احنا، هي كلمه ورد غطاها، يا يا لا. تعالى هاشم. ايه اللي جرى يا رب؟ عم منصور بيتكلم باللهجه دي ليه؟ اصل عمك منصور فاض بيه، اعذره. ليه كفله الشر فاض بيه؟ هو حصل حاجه؟ انت ليه اتاخرت عن البلد المده دي كلها؟ ظروف يا رب. وبعدين انا كنت ناوي اجي البلد الشهر الجاي. او عمك منصور مش قادر يستحمل اكتر من كده، وانا كمان مش قادر استحمل. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه يابا؟ الله، ده انت بينك ناسي. ناسي؟ ناسي ايه؟ ناسي كلمتي معاك وكلمتي مع عمك. انت مخطوب لبنت عمك من وانت في اللفة. بس انا مش في اللفة يا. انا كبرت وهي كمان كبرت، واحنا نسينا كل الكلام ده واحنا في اللفة.
لكن احنا ما ننساش ابدا اي كلمه قلناها واي وعد خدناه مع بعض. ثم فهمني بقى، من امتى فيه بنت عندنا طلعت وجوزت من واحد غريب؟ اوعى اوعى يا هاشم، اوعى تكون بنت من بنات مصر لفت عقلك علشان تنسيك اهلك وناسك وبلدك. اطمن يابا، محدش يقدر ينسيني اهلي ولا بلدي ولا ناسي. يبقى خلاص تيجي معانا ونقعد على البنت. ومش بنت عمي هي اللي هترجعني لاهلي وبلدي وناسي. ده يظهر عمك بقى كان له حق لما كان خايف من اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل يابا؟ يا ابني احنا عندنا في البلد كلمه الواحد لازم يحافظ عليها باي شكل. اذا كنت عايز تطاطي راسي قدام اهل البلد تعال هناك وقول لهم الكلام اللي قلته هنا في مصر. طب استنى يابا، بس هنتفاهم. اي تفاهم هيعقد المسائل مش هيحلها. يابا افهمني انت، خد دول. يابا افهمني ارجوك، مش هفهم حاجه، خد دول خليهم معاك. خلصني. خير يا عبد الكريم يا اخويا؟ يا دوب نلحق القطر. من غير هاشم ما يجي معانا؟ هاشم مش جاي معانا. ليه؟ هو ابنك قال لأ يا عبد الكريم؟ ده كلام يا منصور؟ في عندنا في البلد ابن قال لأبوه لأ؟ ايوه، بس مش ده اتفقنا؟ انا ليه اتفاق تاني مع ابني. اتفاق ايه اللي يخلي ابنك يفضل هنا؟ لا اهدى شويه يا منصور، الولد عنده شغل هنا، هنعمل ايه؟ وبعدين هو قال لي ما اقدرش اروح البلد ابدا من غير ما اخد لخطيبتي الشبكه المناسبه. ايوه يا هاشم، اذا كانت الفلوس اللي خدتها مش مكفياك ابعت لي غيرها. بس زي اتفقنا هتكون عندنا في البلد في بحر الشهر ده. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يابا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يابا. ما جبتش العريس معاك ليه يابا؟ غوروا عني، ده هتاخدكم وتاخدوا اليوم اللي شفتكم فيه. بنتي يا دولت. ايه؟ باين عليكي عمرك ما هتتجوزي يا بنت. كك خابط. هاشم امبارح كان كله أمل. راح فين هاشم بتاع امبارح؟ خايف أقول لك تاه ما تصدقينيش يا فوزية. حد بيتوه من نفسه يا هاشم؟ في ظروف كتير بتتوه الإنسان من نفسه. هاشم اللي أعرفه أقوى من أي ظروف ممكن تواجهه. احنا في بلدنا ممكن يقتلوا الإنسان في ثانية. بس احنا هنا مش في بلدكم. فجأة اكتشفت إن أنا لازم أرجع بلدنا. أرجعها زي ما هم عايزين مش زي ما أنا عايز. مش ممكن. هاشم اللي أعرفه يوم ما يرجع بلده هيخليها زي ما هو عايز. أحياناً أملنا بتكون أكبر من حقيقتنا. إيه اللي حصل يا هاشم؟ إيه اللي حصل خلاك تتغير بالشكل ده؟ نص ساعة يا فوزية. نص ساعة حاولوا يموتوا الأمال اللي بنيتها في سنين. فوزية، تقدر تستغني عني؟ ممكن تعيشي من غيري؟ أنا عارف ده سؤال ساذج من الصعب انك تجاوبي عليه. فوزية، أنا ما أقدرش أستغنى عنك أبدا. شفت قد إيه ممكن أتحط في موقف لازم أضحي بيه بأعز الناس لي. يا انت يا ابويا، شفتي حصل ايه من امبارح لحد النهارده؟ وليه المعادله الصعبه دي يا هاشم؟ انا مرضاش انك تضحي بوالدك علشان فوزية. يا والدي وعارفه كويس قوي مش ممكن هيرضى ان انا اضحي بيكي ابدا. والدي كان وعد عمي ان انا هتجوز بنته. للاسف عمي عنده طموحات كبيره قوي من ورا الموضوع ده، ورا الجوازه دي، مش المسل والقيم اللي بيتكلم عنه. هاشم، أنا بقى غبية لو قلت لك ضحي بوالدك علشاني أو ضحي بيا عشان خاطر والدك، وبقى غبية أكتر لو سبتك تعيش الصراع ده لوحدك. اطمن يا هاشم، أنا هفضل جنبك
وإن شاء الله مش هتضحي بحد مننا. متهيألي إن من حقي أعيش معاك مشكلة بتمس كيانة وكيان. إيه يا حاج عبد الكريم؟ مالك؟ ولا حاجة يا حاج حسين. ولا حاجة إزاي وأنت باين عليك مشغول قوي؟ وأكيد اللي شغلك الباشمهندس هاشم. هاشم متأخر قوي. مسير ويجي. والمجاشي؟ مستعجل ليه؟ هاشم طول عمره عاقل وأكيد ظروفه مش مساعداه إنه يجي. مش باين. يجي في الوقت اللي يناسبه. طب وإذا كان الوقت اللي يناسبه ما يناسبنيش أني؟ كل واحد أدرى بظروفه. إيه طب وظروفي؟ مش الحاج عبد الكريم اللي يزرع شجرة علشان تضلل عليه هو لوحده وما يجيش حد غيره حاجة من خيرها أبدا. كلام إيه اللي بتقوله ده يا حاج حسين؟ كلام ناس كتير بتقوله في البلد. هاشم طول عمره عاقل وحيدي من طرح شجرته اللي يستاهل إنه ياكل معاه. والدي هو هنا يا عمي، ساب لي قرشين اشتريت بيهم شبكة فوزية. بعد إذن حضرتك أنا خدت رأيها في الموضوع ده. هاشم يا ابني، فوزية ما بتخبيش عني حاجة، وأنا عارف والدك ساب لك فلوس عشان تشتري شبكة مين. ما تيجي يا فوزية واقفة عندك ليه؟ مش أنت اللي قلتي لي كده؟ أيوة يا بابا. أنا يا عمي أدرى من والدي العروسة اللي هقدم لها الشبكة واللي هتساعدني في حياتي. الشاي يا هاشم. يا ريتو كان شربات يا فوزية. ما هو انت فاجئتني النهارده، والشربات ده بقى بابا اللي يؤمر بيه. انت عارف رأي بابا في الموضوع ده؟ يعني افهم من كده انه مبروك يا عمي. الف مبروك لكم يا ولادي. يعني عدى الشهر والمحروس ابنك باشمهندس الغبره ما عتبش البلد يا عبد الكريم يا اخويا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا منصور؟ كلام رجاله مش كلام حريم يا سيد الرجاله. وايه السلاح اللي في ايدك ده؟ السلاح ده افصح مني في المسائل اللي ما ينفعش فيها الكلام يا عبد الكريم يا اخويا. انت ناقص انك دايما بتعايرني باني جاهل؟ اياك اياك يا منصور تكلمني بالطريقه دي. انا اخوك الكبير. اخويا الكبير؟ وكان فين الكبير ده؟ قدام المفعوص مقصوف الرقبه الباشمهندس ابنك. اياك عاجبك اللي قالوا لي وليك؟ ايه جايز يكون عاجبك وعشان كده قاعد مطمن، لكن انا بقى ما يعجبنيش كل اللي حاصل ده يا عبد الكريم يا اخويا. هات يا كابر. تحت الامر يا برعم. خد يالا، خد السلاح ده وانزل على مصر على طول. أنا وأبوك عبد الكريم منتظرين خبر الباشمهندس هاشم. جابر. نعمين يا أبو عبد الكريم. رجع السلاح ده. رجع السلاح يا أبو العمدة؟ أنا اللي بقول لك رجع السلاح وغور في 60 داهية. أغور يا أبو العمدة وأسيب السلاح؟ مالك يا منصور؟ سكت ليه؟ مش كفاية انك اعمل قلب واعمل بصيرة بقيت اطرش كمان يا منصور؟ الكلام اللي بتقوله ده يا عبد الكريم يا اخويا قدام رجالتي؟ ها؟
أنا لما مسكتك العمودية كنت فاهم إنك هتبقى حاجة، لأنك ما كنتش نافع في حاجة. قلت يمكن كرسي العمودية يعجبك وأقدر أعملك حاجة تصلحك، لأن كنت وقتها مشغول، كان ورايا حاجات كتير، وأولها هاشم ابني. كان ودي إنه يتعلم وياخد شهادته عشان لما يعمل حاجة في البلد يعملها صح، يبقى لما يجي أول نور حيدخل البلد عايز تطفيه يا منصور. عز عليك إن البلد تنور وتفضل عايشة في ظلمة؟ أنت طول عمرك بتحكم وبتصدر أحكامك وأنت عايش في الظلمة. هات يا ولا السلاح ده ويلا غوروا كلكم في 60 دقيقة. حاضر يا ولا عمدة، حنغور. هي دي آخرتها يا عبد الكريم يا أخويا؟ تقف قصادي قدام رجالتي؟ وانت ايه آخرة عمايلك السودة دي؟ انت بكده بتضيع هيبتي في وسط أهل البلد. ضيعت هيبتك لما وقفت قدامك عشان أمنعك من إنك تقتل ابني؟ أنا عمري ما تصورت أبداً إنك توافق إن ابنك يسيب بنت بايري ويفضل طايح في مصر. وأنا عمري ما تصورت أبداً إنك تفرض علي حاجة وأنت عارف رأيي فيها من الأول. قصدك إيه يعني بالكلام ده يا عبد الكريم؟ قصدي إن هاشم راجل، ما هوش واحدة ستة عشان نجبر إنه يتجوز، ثم هو عارف الواجب. يعني بقى ناوي يكوت ويسيب البيت؟ أنا عمري ما كنت أتصور أبداً إنك تتكلم على بنتك بالشكل ده. طب فهمني، تقصد إيه بكلامك ده؟ قصدي إن دولة بنتي وبنت أخويا وهاشم ابني، اطلع أنت منها بس. أطلع أنا منها يعني وأسيبك أنت تتصرف؟ وحسك عينك، حسك عينك تجيني مرة والسلاح في إيدك يا منصور. تعرف أنا عندي بدل السلاح 100، لما يوم ما افكر وارفع السلاح في وش اخويا الاقي نفسي ولا حاجه وابقى بحفر قبري بايدي. رجع سلاحك يا منصور، والمره الجايه ابقى استعمل السلاح صح. ده هو الواسع مريح، ممكن يساعة أنتري شيك، سفرة بسيطة وصالون، ودي طرقة توصل لجناح النوم، أوضة كبيرة للعريس والعروسة وأوضة للأطفال وبينهم حمام واسع. أما دي فأوضة الشغل اللي هيطلع منها هاشم المشاريع الناجحة للشركة بإذن الله. بإذن الله دي هتكون أوسع أوضة، لها تراس واسع بيطل على جنينة حلوة، عشان لما البشمهندس يزهق من الشغل يطلع التراس يلاقي المدام محضره له فنجان قهوه في المنظر الجميل اللي قدامه. بس ده ذوق جميل قوي يا عم. في الحقيقه ذوق الجميل ده من تصميم البشمهندسه، اما انا فكان عليا التنفيذ. ولا انت ناسي انك خاطب مهندسه قد الدنيا؟ لا استني، انا عارف ان خطيبتي احسن مهندسه في الدنيا. مهندسه وبس؟ ما هو انا قدام بابا ما اقدرش اقول غير كده. يا سيدي خلصوا الكلام، وبكره مش هتلاقوا كلام تقولوه لبعض. يا عمي انا بالنسبه لي فوزيه مشروع جديد، كل يوم بكتشف فيها حاجه جديده، لو قعدت اتكلم عنها للصبح مش هخلص. يا سيدي اتكلم للصبح اتكلم للعصر، انا ما يهمنيش، انا كل اللي هعمله ان هسلمك الشقه بمفاتيحها وانت عليك يا بطل تفرشها زي ما انت عاوز. تقدر تفتكر بقى ان في حاجه عليا بعد كده؟ بس ده كتير قوي يا عمي، كتير قوي قوي. على فكره نعم. انت كنت وعدت فوزية انك تسافر البلد، يا ريت تجيب والدك معاك عشان تبتدوا بقى تاسسوا الشقه بتاعتكم. هاشم، ايه اللي خلاك اتغيرت لما بابا قال لك سافر البلد وخد راي والدك؟ انت مش وعدتني انك هتسافر؟ هي فوزية وعدتك، بس بس ايه؟ كان نفسي في حاجة ولازم انا انفذها. هي ايه؟ بيتي اللي هقضي فيه بقيت عمري مع شيكة حياتي فوزية لازم انا اللي اسسه بنفسي. انا عندي قرشين في البنك
وكمان ما تنسيش الكم مشروع اللي ربنا اكرمنا بيهم. مش معقول حطلب فلوس من ابويا في البلد وانت عارفه الظروف هناك شكلها ايه. يعني ايه يا هاشم؟ يعني سيبك انت من المشاكل اللي في البلد وخليك في المشاكل اللي قصادك لغايه ما اخلص الشقه ونشطبها. اسيبني من المشاكل ازاي؟ هي مشاكل البلد مش مشاكلك، ومشاكلك هي مشاكلي. ولا من دلوقتي هنبتدي نقول مشاكلك ومشاكلي؟ هي مشاكل يا فوزيه ليها حل، الا مشاكل عمي ملهاش حل ابدا. Yeah.